الثورة عرفت مجموعة من الدول، ولكن ملاحظة مميزة هي عدم مشاركة الدول العربية، كذلك عدم مشاركة العنصر النسوي في هذه الدورة. الدورة الثانية هي باريس بدولة فرنسا سنة 1900 الإطار الموالي عفوا. الدورة الثالثة كانت في سانت لويس سنة 1904، لم يكن هناك جديد، لكن العنصر النسوي عفوا رجع إلى الإطار السابق. دورة ثلاثة. إذن الدورة الثالثة تميزت بحضور العنصر النسوي كمشاركين ومشاركات في هذه الحركة الأولمبية. إذن الدورة جوج، دورة ثلاثة، دورة أربعة. موالي. شكرا. إذا الدورة الرابعة كانت في لندن بدولة إنجلترا سنة 1908، وعدم حضور كذلك الدول العربية، لكن دخول غمار منافسات العنصر النسوي بعدد 37 منافسة، وعدد الرياضات ارتفع إلى 22 رياضة، مع عدد المسابقات كما تلاحظون في الإطار 110 منافسات أجريت في هذه الدورة. نمر إلى الدورة الخامسة بستوكهولم السويد سنة 1912، وهنا كانت نقطة تحول في المشاركة العربية، حيث دولة مصر العربية كانت أول دولة مشاركة في الألعاب الأولمبية، وشاركت بلاعب واحد هو لاعب السيرة أحمد حسنين فقط في هذه الألعاب. الدورة السابعة بأنتورت ببلجيكا، بأنتورت ببلجيكا 1920، دائما نلاحظ مشاركة الدولة العربية الوحيدة دولة مصر، وارتفاع عدد المشاركين فيما يخص العنصر النسوي، وكذلك عدد الرياضات وعدد المنافسات قد ارتفع. الدورة الثمانية التي كانت بباريس سنة 1924، دائما عرفت مشاركة عربية تتمثل في دولة مصر العربية. الدورة التاسعة في أمستردام سنة 1928، والرجوع إلى الإطار السابق لنلاحظ الشكل. نلاحظ شكل الملعب، الذي بدا ياخذ الاطار ملعب مختص والذي احتضن هذه الاولمبيات. اذا الاطار موالي. شكرا. اذا هناك رساله لدي كوبرتان الودائيه، يجب ان اكون حكيما واستغل هذه الفرصه كي اقول وداعا للجميع. الدورة التاسعة كانت في امستردام 1928، دائما هذه الرسالة هي رسالة ديكو بيرتان الودائية. الدورة العاشرة في لوس أنجلوس سنة 1932، وهنا نرى الملعب الذي احتضن مجريات كل منافسات هذه الدورة، وعدد الدول العربية كان غائبا، حيث عدد الذكور ارتفع إلى 1206، أما عدد الإناث فقد ارتفع إلى 126 منافسة في هذه البطولة. الدورة 11 في برلين سنة 1936، في هذه الدورة العرب في الأولمبياد وخاصة دولة مصر العربية. الدورة 11 في برلين دائما هناك عدد لاعب قد ارتفع إلى 3563 مشارك، أما عدد الإناث فنلاحظ بوضوح ارتفاع عدد المشاركات في هذه الأولمبياد، أما عدد الرياضات فقد ارتفع إلى 16 رياضة، وعدد المسابقات ارتفع إلى 129 مسابقة. دائما نسجل نفس الحضور لدولة مصر العربية. دورة طوكيو لم تقام سنة 1940 بسبب الحرب العالمية الثانية. دورة 14 بلندن 1948، نلاحظ الملعب الذي احتضن مجريات هذه المنافسة،
المشاركة هي دولة لبنان. ونلاحظ ارتفاع المهول لعدد المشاركين الذي تعدى 4955 مشارك، والعصر النسوي دائما في تصاعد مستمر. أما عدد الرياضات فقد استقر في 17 رياضة. فيما يخص عدد المسابقات فقد ارتفع إلى 149 مسابقة. نلاحظ الملعب الجميل في ملبورن في ستوكهولم، أي القرية التي احتضنت هذه المجريات هذه الألعاب. دائما دولة مصر الحاضرة بقوة في هذه البطولة. عدد الذكور قد ارتفع، أما عدد المشاركين فقد انخفض، وعدد الإناث قد ارتفع في هذه الدورة. ونلاحظ كذلك ارتفاع عدد المسابقات إلى 145 مسابقة. الدورة 17 كانت في روما سنة 1960، وهنا نسجل ونقف لحظة عند بطل المغربي الأولمبي في شخصية عبد السلام الرادي الذي بصمته في قائمة أبطال المغاربة. وكانت المملكة المغربية أول مرة تشارك وتدخل هي مع المنافسة الأولمبية. دائما أكرر في شخصية عبد السلام الرادي، بالإضافة إلى جمهورية العربية المتحدة وكذلك تونس والعراق والسودان. إذا كانت نقطة تحول في المسار الرياضي الأولمبي المغربي. دائما نسجل بقوة عدد الذكور قد ارتفع، أما عدد الإناث فكذلك قد ارتفع، أما عدد الرياضات فقد بقي على حاله. ما يخص عدد المسابقات قد ارتفع إلى 150 مسابقة. الدورة الموالية دورة 18 بطوكيو بدولة اليابان سنة 1964، ونلاحظ الملعب. وهنا في هذه الدورة كانت 6 دول عربية دخلت مجريات غمار هذه الدورة، وهي المملكة المغربية، الجزائر، تونس، السودان، ليبيا، العراق. إذا 6 دول عربية شاركت في هذه الدورة. كما نلاحظ عدد اللاعبين قد انخفض 5151، أما عدد الإناث قد حضر بقوة في هذه الدورة 678 مشاركة. أما عدد الرياضة قد ارتفع 19 رياضة، وعدد المسابقات قد انخفض إلى 163 على غرار الدورة السابقة. الدورة 19 بمكسيكو سيتي 1968، نلاحظ الملعب الجميل الذي احتضن مجريات هذه المنافسات. إذا 9 دول عربية دخلت قمة هذه المنافسة هي مصر، الجزائر، تونس، المغرب، لبنان، سوريا، الكويت، العراق، السودان، وليبيا. إذا 9 دول عربية دائما، وارتفاع عدد المشاركين ليصل إلى 5516 مشارك في هذه الدورة. أما عدد الذكور فقد ارتفع، وعدد الإناث دائما في تطور ملفت. عدد الرياضات ارتفع إلى 18، أما عدد المسابقات فقد ارتفع إلى 172 مسابقة. دورة 20 هي دورة ميونيخ بألمانيا سنة 1972، ونلاحظ الملعب الذي احتضن هذه المجريات هذه الدورة، ملعب شاطئ في الجماهير ومليء عن آخره. إذا العرب كانوا حاضرين كذلك في كل من دولة مصر، الجزائر، تونس، المغرب، لبنان، سوريا، والكويت، والسودان، كذلك الدول الجديدة العربية هي السعودية والصومال. دورة 20 دائما نفس